معي عبر سكايب أبو الحسن الناشط السياسي والإعلامي من كلس الحدود التركية السورية. آخر المعلومات لديكم أبو الحسن حول أوضاع النازحين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم لجميع السادة المشاهدين. طبعا ما زالت حركة نزوح مستمرة من أحياء حلب المحاصرة إلى مناطق سيطرة النظام في أحياء حلب الغربية، وما زالت المعاملة ونفسها، ليس هناك أي ضمانات لهؤلاء النازحين. كل ما قيل يعني عن تدخلات خارجية غير موجود بالمرة، الأمم المتحدة غائبة بالمرة، من يذهب إلى مناطق سيطرة النظام هو يفر من الموت إلى مصير مجهول لا يعرف ما مصيره. هناك معتقلات أو معسكرات قام النظام بإنشائها يحتجز فيها الشبان الذين هم في سن الخدمة الإلزامية وفي سن الخدمة الاحتياطية أيضا، ويسوق الكثير منهم إلى 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 خدمة الجيش سواء الإجبارية أو الاحتياطية. أيضا هناك معتقلون كثر تم اعتقالهم واقتيادهم إلى الأفرع الأمنية بعد أن مروا من أول حاجز للنظام، هو الحاجز الذي يدقق في الهويات ويعتقل المطلوبين مباشرة. بعد أن مروا من هذا الحاجز هناك حواجز قامت باعتقال العديد من المواطنين المدنيين، لأنه ليس هناك أي عسكري دخل إلى مناطق سيطرة النظام، يعني عسكري من الثوار دخل إلى مناطق سيطرة النظام لأنه يعلم مصيره ولا يمكن لأحد أن يثق بالنظام، وأن يعني العسكريين مصممون على الدفاع عن المدينة حتى آخر قطر الدم، ولن يسمحوا للنظام بالدخول إلى أحياء حلب المحررة. الموجودين داخل الأحياء الواقعة تحت سيطرة النظام الآن يعيشون ظروفا قاسية، ليس هناك كما قلت لك أي ضمانات، ممكن لأي حاجز أن يعتقل أي شخص حتى ولو لم يكن مطلوبا لأي شيء، حتى ولو لم يكن يعني مطلوبا لخدمة العلم أو لخدمة الاحتياط. طبعا من على ما يبدو النظام يحتاج إلى عناصر بشرية جديدة بعد أن لم يعد لديه عناصر كافية في جيشه خلال هذه السنوات، فهو يحتاج إلى عناصر بشرية جديدة، فقام بتجنيد هؤلاء تجنيدا إجباريا، ربما الأعداد أكثر مما يتوقع. الآن يعني الإحصائيات تقول أن هناك 60,000 خرج من داخل مناطق سيطرة الثوار من الأحياء المحاصرة إلى مناطق سيطرة النظام، لكن الأعداد هي أكبر من ذلك، والذين تم اعتقالهم أكبر من ذلك، أنه ليس هناك جهة توثق هذه الأسماء. كثير من الذين اعتقلوا أهاليهم يرفضون أن يعطوا أسماءهم أو يدلوا بأي تصريح عن اعتقالهم خوفا على السؤال الذي يفرض نفسه حول المجزرة البشعة التي لحقت بأعداد كبيرة من النازحين. النظام يبرر روايته بأن المسلحين بين قوسين الذين يستهدفهم من المعارضة يستخدمون الناس كدروع بشرية، مما يصعب مهمته في الفصل بينهم. يا سيدي الكريم، المجزرة التي وقعت في حي جب القبة ليس خط جبهة، ليس هناك اشتباكات، إنما هو قصف، أقول لك هو قصف ممنهج ليس قصف عشوائي، هو يعلم أن هذا الطريق والطريق الذي يسلكه النازحون، فقام باستهدافه ليس بقذيفة واحدة أو قذيفتين، إنما بعدد كبير من القذائف. هناك مدنيين أيضا أصيبوا في أماكن أخرى إصابات، وهناك شهداء، لكن من المدنيين الذين كانوا يعبرون، يعني هم العبور دائما يكون قريب من خطوط الجبهات وخطوط التماس بين قوات النظام وبين الثوار، فأولئك أصيبوا. قد يكون يعني هناك مبرر لما لا يمكن تبريرهم، لكن الذين قتلوا في جب القبة بعيد عن أماكن الاشتباكات، والكل يعرف أن جب القبة بعيد عن أماكن الاشتباكات، وأن هذا القصف النظام يقصف عشوائيا ويقصف بشكل متعمد، يعني إذا كان القصف المدفعي قد يتوقع أنه عشوائي، لكن قصف الطائرات الذي استهدف المشافي واستهدف المدارس واستهدف المساجد التي دمرت في أحياء حلب المحاصرة بشكل شبه كامل، لا يمكن لعاقل أن يتوقع أن هذا كان عشوائيا. أشكرك يعني جدا، أشكرك على هذا التوضيح أبو الحسن الناشط السياسي والإعلامي، كنت معنا من كلس على الحدود السورية التركية.